شهيد علمتها معنى الصعود. بهذه الكلمة المؤثرة يرثي صديقه الذي استشهد قبل يوم واحد كلمة مفعمة بالشوق إليه والحنين لطيب رفقته، ويتحشج صوته القادم عبر مكبر الصوت. عمم رأسه بغصن زيتون وتابع طريقه عاري الصدر، طريق أوصلته لأحد الحواجز الأمنية. يقف محمد علو أمامه حائرا لا يستطيع قول الكثير، ما أراد دموعا على صديق عمره الذي قتلته قوى النظام. الله أكبر على الشهيد. لم يكن يدور في خلده أن رصاصات ستلحقه إلى عتبة منزله لتعجل لقاءه بصديقه الشهيد في مقهر الشهيد الأخير بجوار ربه. جثمانه الطاهر غادرته الروح مسرعة، روح طاقت للحرية وتمردت على الظلم والاستبداد، فقادت جسده للشارع في مظاهرات الأحرار، وكانت أولى مشاركاته في مظاهرة انطلقت من مدينة إنخل، كما كان من أوائل الشباب المنتفضين لفك الحصار عن درعا وحجز موقعه في مقدمة الركب. عند سماع نبأ استشهاد محمد عبد اللطيف علو تدفقت حشود الأهالي إلى منزل ذويه، حشود حملته على الأكتاف بلباس الشهداء وليودع مثواه الأخير بموكب جنائزي يليق بختام مسيرة ثائر طاهر. يثبت ذلك استحضار المشيعين كلماته وهتافاته من جديد.